هذه الكلمة الحساسة هي جص النبض. معلوم أنها في الحروب سواء التقليدية أو الاستخبارية هناك دائما عملية استطلاع. أنت استطلاع لا يأتي بالضرورة لا من أقمار صناعية، وأنت قد أظهرت يعني 4 رحلات بتفاصيل مذهلة تظهر أن السماء مكشوفة، الأرض مكشوفة أيضا، ولكن هناك قدرات لابد من تحسسها، لابد من الاستطلاع إلى أي مدى هناك منظومة مثلا صاروخية أو دفاعية تستطيع الرد، كيف سيكون الرد، ما هي سرعة الاستجابة، هل هناك انضباط في chain of command في المنظومة العسكرية الإيرانية أم لا. نحن نذكر أنه قبل أيام كانت كارثة، قبل يومين كارثة الطائرة الأوكرانية المدنية، ونذكر أن كان ذلك خطأ مروع من قبل الدفاعات الإيرانية التي لن تحسن ضبط الأمور، فلم تقرأ أن هذه طائرة مدنية أم غير مدنية، ظنت أنها ضربة أمريكية أو إسرائيلية، فقامت بإطلاق صواريخ وأسقط طائرة مدنية، طائرة ركاب. هذا يظهر عزيزي أن المشكلة في إيران ليست جديدة، يعني ليست سرا يراد إماطة اللثام عنه بأن إيران تمتلك الانضباط العسكري والمعلومات الاستخبارية اللازمة لمواجهة هذه الضربة التي لن تكون إلا واحدة. أنا ما زلت من المؤمنين بأن لا قدر الله، لا قدر الله أقول، إن قامت ضربة عسكرية إسرائيلية فقط أو إسرائيلية أمريكية أو مشتركة من عدة دول في الإقليم، لا يمكن أن تكون إلا ضربة واحدة، لأن الإفساح بمجال بضربة مضادة إيرانية تعني حرب عالمية ثالثة بالتأكيد. فأعتقد يا عزيزي نعم المقصود بذلك، مهما حاولت المكنة الإعلامية الإيرانية بالقول أن هذه مناورات، المناورات معروف يتم الإعلام عنها مسبقا حتى تمهد للرأي العام بأن هناك مناورات، وأعتقد أن السلوك الإيراني لا يقيم وزنا على الإطلاق للرأي العام في إيران. المقصود هو محاولة التعمية والتغطية على إخفاقات مذلة لإيران وليست فقط محرجة.